التمرين الثاني ايش يعتبر؟ يعتبر انشاء الثاني للوحدة الخامسة احتمال. هو هذا يقول لك بالامتحان يجيب لك يا الاستاذ يقول لك write اكتب two short paragraphs about Iraq، اكتب لي باراجرافات اثنين مقطوعات انشائية اثنين قصيرات عن العراق. الباراجراف الاول describe Iraq، الباراجراف الاول صف بالعراق. How big it is، ايش قد كيف هو كبير او ايش قد كبره. What they grow there، ماذا هم يزرعون. How many people live there، كم عدد الناس يعيشون به. بعد what they make، ماذا هم يصنعون. هذا الباراجراف الاول. الباراجراف الثاني شو يكون؟ write about، اكتب عن what visitors، ماذا الزوار can see، يمكنهم ان do، ويمكنهم ان يروا ويفعلوا في العراق. طبعا انشائك هذا لو تلاحظ امامك عزيز الطالب هذا العنوان، لازم تكتب للعنوان من هو ايراك. بعد ما تكتب العنوان تجي الباراجراف الاول. Iraq is quite a big country، راح تصف العراق. العراق هو قطر نوعا ما كبير. قطر بلد، العراق هو بلد نوعا ما كبير. And it has، وإنه يحتوي a big population، ويحتوي على تعداد سكاني كبير. بعد about 40، تقريب 40 million people، 40 مليون شخص live in Iraq، يعيشون في العراق. بعد ما وصفنا اجينا النوب نقولهم شي يزرعون. They grow، هم يزرعون اللي بالعراق الفلاحين. Wheat القمح، rice الرز، dates التمور، fruit الفواكه، and vegetables والخضروات. هذه كلها تزرع ببلد الخيرات. بعد oil، النفط is the most important industry in Iraq، إنه النفط يعتبر أكثر الصناعات أكثر the most، أكثر الصناعات المهمة في العراق، اللي هو الأويل، النفط. النفط هو أكثر الصناعات المهمة أو أكثر صناعة مهمة في العراق. الباراجراف الثاني يقول visitors الزائرين to Iraq، الزائرين السياح إلى العراق، can see، يمكن أن يروا. lots of، الكثير من historical places، الأماكن التاريخية. وهو هنا منطيك الزقورة. they can، وبعد شي يمكنهم شي يسوون. they can eat، يمكنهم أن يأكلوا. delicious food، الطعام اللذيذ. in Iraqi restaurants، في المطاعم العراقية. هذا عزيز الطالب بالنسبة للإنشاء. يقول لك اكتب إنشاء، يعطيك إنشاء، هو يكتب لك إياه ويعطيك إياه أحفظه. يقول لك اكتب إنشاء، اكتب هذا وأحفظه، وإن شاء الله تحصل الدرجة الكاملة.